بحسب دراسة نشرتها إحدى الوكالات العالمية إنه ممكن بعد عدة سنوات دول الخليج تكون بلا نفط. خلونا نشوف ردة فعل الناس وهل في بديل عن النفط بدول الخليج أو لا. دراسة عالمية بتقول انه بعد عدة سنوات الخليج رح يكون بلا نفط. اتوقع ان يعني دول الخليج حاطين لهم احتياطي، يعني كاجيال قادمة 30 40 سنة حاطين لهم احتياطيهم. في عندنا غاز احنا يعني بس قاعد نحرقه كذي نقدر نوفر يعني منه ونقتصد فيه الغاز. اذا ما عاد في نفط يعني الثبر الخليج انتهى طبعا. يعني في دول فيها زراعة وفيها دول يعني، بس احنا شو مصانعنا وشركاتنا وهذول كلها يشتغلوا على النفط. 90% من الاشغال راح توقف، كل شيء راح يوقف طبعا بالكويت. رحنا ملح لان ما في صناعة، ما عندنا اماكن ترفيه، معتمدين على النفط. ممكن استبدال النفط بعمل اخر؟ ممكن على مدى طويل. شنو راح اشتغل ساعتها؟ الله يستر، ما ادري شو الوظائف راح توفر موجوده يعني. اذا ما في نفط على قولتهم ندور وظائف نتوظف، هذا هو الشغله. واحنا ثاني شغل نعتمد على نفسنا، اي وظيفه هي رزقه من الله سبحانه وتعالى، اي وظيفه نتوظف ونعتمد على نفسنا ونصرف على نفسنا. هو صحيح الكلام بس مو حاليا يعني عندنا نسبة احتياط 50 تكفينا لمدة 50 سنة، بس إذا راح يعني النفط وراحت الدنيا ما في خليج، يعني ما عندنا شيء ثاني أو منتج ثاني نفس النفط يعني كقوة النفط. هل ممكن استبدال النفط بصناعات أخرى؟ ما أتوقع، لأن النفط يعني نمبر 1 يعني بالعالم معروف، فما راح توصل موازين النفط سواء أي شيء كان. لازم يحطون صناعات يفرضون ضرائب على بعض الأشياء عشان يكون لها دخل ثاني حق الدولة غير النفط. شو ممكن يشتغلوا الناس بالخليج إذا ما في نفط؟ ما أدري والله. شو يشتغلوا الزراعين؟ إذا ممكن تصلح دول الخليج للزراعة؟ إيه في دول الخليج تنفع للزراعة، دليل السعودية وايد فيها زراعة. إيه؟